بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء اللي احنا بدأناه بخصوص النون يونيفورم فلو، وقلنا عشان نقدر ندرس النون يونيفورم فلو محتاجين ان احنا ندرس في الاول خالص او نعرف في الاول خالص السبيسيفيك انرجي. المره اللي فاتت كنا قلنا ايه تعريف السبيسيفيك انرجي، فقلنا السبيسيفيك انرجي هي الانرجي المقاسه من البيد از اديتم، يعني وده اختلاف الاساسي بينها وبين البرنولي ايكويشن او التوتال انرجي. التوتال انرجي بتاع البرنولي ايكويشن بتعتمد اساسا على ان احنا بنشتغل على هوريزونتال ديتم، وبالتالي كل الانرجي بتاعتنا بنقيسها من هوريزونتال ديتم، فبالتالي فيكون عندنا 3 كومبوننتس للانرجي: البوتنشال انرجي والبريشر انرجي والكاينتيك انرجي زد والبي على جاما والفي سكوير على 2 جي، دي اسمها التوتال انرجي. اما السبيسيفيك انرجي زي ما احنا قلنا هي الانرجي التي تقاس من البيد از اديتم، وبالتالي البوتنشال انرجي هتختفي، وفي النهايه خالص هيكون عندنا السبيسيفيك انرجي اللي هي بتساوي مجموع تو تيرمز، الترم الاولاني اللي هو الووتر ديبس او البريشر هيد، والترم الثاني اللي هو كاينتيك انرجي او الفيلوسيتي هيد، دي اسمها السبيسيفيك انرجي. وعرفنا ان من بناء على هذا التعريف ان في حاله لو كان الفلو يونيفورم فنستطيع ان احنا نقول بسهوله جدا لو كان عندي الفلو يونيفورم يبقى بالتالي اقدر اقول ان السبيسيفيك انرجي عند سيكشن واحد هي نفسها بتساوي ايه السبيسيفيك انرجي عند سيكشن 2، مفيش تغيرات بتحصل للواي والفي سكوير على 2 جي، فبالتالي مفيش تغيرات بتحصل لمجموع الواي زائد في سكوير على 2 جي، فبالتالي السبيسيفيك انرجي بتساوي ايه؟ بتساوي كونستانت فين؟ في حاله اليونيفورم فلو. فده التعريف الرابع لليونيفورم فلو زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. طيب قلنا للراجل اللي اسمه بخماتيف اللي هو اخترع السبيسيفيك انرجي كونسبت ده، كان اخترعه والناس كلها كانت بتضحك عليه لانه زي ما انت شايف كده التعريف ممكن يبان من الوجهه الاولى تعريف ملهوش اي لازمه، ملهوش اي كونتريبيوشن، ولكن هنشوف دلوقتي اهميه هذا التعريف اللي عمله، وفي بعض الاحيان ممكن تلاقي ان يكون عندك افكار تبان انها بسيطه جدا ولكن بتؤدي لاحداث تطور جامد جدا في العلم، وبتفهمك حاجات انت ما كنتش فاهمها اما كنت داخل في الايكويشنز بشكل عميق. يعني في بعض الاحيان انك انت تبص للمساله بشكل مبسط ممكن يديك الحل عن انك انت تدخل في اعماق المساله وتغوص في التفاصيل وبالتالي ما تعرفش توصل لحل. تعال نشوف الراجل اسمه بخماتيف ده عمل ايه. الراجل ده قال ايه؟ انا عرفت دلوقتي ان سبيسيفيك انرجي بيساوي الواي زائد ايه؟ زائد الفي سكوير على 2 جي، فبالتالي ممكن اقول ان سبيسيفيك انرجي بتساوي الواي زائد الكيو سكوير على 2 جي اي سكوير. لو لقينا او بصينا على الايكويشن دي هنلاقي في عندنا 3 فاريبلز اللي هم الاس اي والواي والكيو، فبالتالي علشان ارسم لهم جراف فبالتالي محتاج ان انا يكون عندي 3 دايمنشنال ايه دروينج. 3 دايمنشنال دروينج صعب عليا ان انا اتعامل ايه معاها في حاله الرسومات بتاعتي، فاحسن حاجه ان انا احولها او انزلها او اعمل لها ريدكشن لل2 دي دروينج. ازاي اعمل لها ريدكشن لل2 دي دروينج؟ بان انا اعمل ايه؟ بان انا اثبت واحد من الفاريبل. فبخماتيف قرر ان هو يثبت مين؟ الكيو. فمن هنا ورايح دلوقتي احنا هنرسم السبيسيفيك انرجي دياجرام على اساس الكيو بتاعتنا كونستنت. انهي كيو؟ الكيو اللي ماشيه في التشانل بتاعته. يعني لو انا كان عندي تشانل وانا مديك ديسشارج معينه ماشيه في هذه التشانل وليكن مثلا ايه 12 مثلا متر مكعب بير سكند، يبقى انت لما يطلب منك ترسم سبيسيفيك انرجي دياجرام هترسمه لايه؟ هترسمه لل 12 متر مكعب بير سكند دي، يبقى بالتالي ساعتها في الحاله دي هتروح تقول ايه؟ 4 كيو بيساوي، وتروح كاتب هنا الكيو بتاعتك اللي هي مين؟ اللي هي 12 متر مكعب بير سكند، وبالتالي يبقى خلاص الترم ده اللي اسمه كيو هيبقى ثابت قيمته بتساوي 12 متر مكعب بير سكند. لو احنا بصينا كده دلوقتي في الايكويشن دي هيبقى المتغيرين اللي عندي هم الاس اي والواي. والواي ظاهره هنا وظاهره كمان فين؟ في الاريا اللي هي في المقام بتاع الكاينتيك انرجي. فالراجل ده راح عمل ايه؟ رسم بقى عمل بلوت للسبيسيفيك انرجي دياجرام، الاس اي في المحور الافقي والواي في المحور الراسي. تعالوا كده نشوف الاس اي في المحور الافقي والواي في المحور الراسي. فبدا يفرض فاليوز للواي ويجيب الاريا المناظره ويجيب السبيسيفيك انرجي، فرسم الجراف فلقاه بهذا الشكل. تعالوا نشوف بقى ونلاحظ بعض خصائص الجراف اللي اسمه السبيسيفيك انرجي دياجرام. باختصارا بنسمي السبيسيفيك انرجي دياجرام
اس اي دي. لما اقول لك درو ذا اس اي دي دايجرام يعني ارسم السبيسيفيك انرجي دايجرام. فاول خاصيه من خصائص السبيسيفيك انرجي دايجرام، واحد هذا الجراف له نفس الهيئه في اي سيكشن. اهم حاجه يكون السيكشن بسيط. يعني ايه بسيط؟ يعني ما يكونش مركب. بسيط يعني ايه؟ زي تراينجلر ده سيكشن سيمبل، زي ريكتانجلر ده سيكشن سيمبل، زي سيركلر ده سيكشن سيمبل، زي ترابيزويدال ده سيكشن سيمبل. انما لو رحت عملت لي كده فلات بلين ده سيكشن بيسميه كومباوند. واضح؟ فانا بقول اهو لا بخمتيه في الاتي، واحد لو كان عندي القطاع بتاعي سيمبل ففي الحاله دي هيكون عندي الجراف بتاعي له نفس الهيئه. يعني ايه نفس الهيئه؟ يعني هتبص تلاقي له upper limb يعني فرع علوي، lower limb فرع سفلي، وقيمه صغرى. يبقى دي الهيئه بتاعت هذا الجراف، تملي شكله بهذا الشكل، ليه فرع علوي وفرع سفلي وقيمه صغرى. جميل. فدي اول خاصيه من خصائص specific energy diagram. طب لو كان specific energy diagram مرسوم لاي compound section زي السكشن انت شايفه ده، هتبص تلاقي الهيئه بتاعته هتختلف شويه. بص الشكل ده، ده كومباوند سيكشن مش سمبل سيكشن. ايه اللي حصل دلوقتي؟ هيئته اختلفت، بقى عندنا مش 1 مينيموم فاليو، عندنا 2 مينيموم فاليوز زي ما انت شايف كده. عندنا 2 مينيموم فاليوز، ممكن يبقى 3 مينيموم فاليوز حسب الايه؟ حسب الكيس. فلو كان عندي السيكشن بتاعي كومباوند سيكشن بيكون شكل السبيسيفيك انرجي جرام فيري ايه؟ فيري ان ريجولار. انما لو كان السيكشن بتاعي سمبل على طول بيكون الشكل بتاعي الهيئه بتاعته بهذا الشكل. upper limb lower limb وعندنا ايه قيمه صغرى. دي اول ملاحظه. طيب الملاحظه الثانيه، الملاحظه الثانيه عندنا ان الجراف بتاعي بتاع السبيسيفيك انرجي لو انا رسمت الجراف ده بسكيل واحد، سكيل هوموجينيوس. يعني ايه سكيل هوموجينيوس؟ هو المحور الافقي ده ايه؟ ده السبيسيفيك انرجي. طب السبيسيفيك انرجي ده اليونتس بتاعتها ايه؟ بالمتر. طب لو انت اخذت كمقياس رسمه 1 متر لكل 1 سنتي لكل 1 متر في الرسم بتاعك، اخذت 1 سنتي مثلا، يعني 1 سنتي لكل ايه؟ لكل 1 متر سبيسيفيك انرجي. وجيت هنا في المحور الووتر ديبس ده اخذت برضه 1 سنتي، اخذت 1 سنتي لكل ايه؟ لكل 1 متر ايه ديبس. يبقى عندك هنا حاجه اسمها هوموجينيوس ايه؟ هوموجينيوس سكيل. السكيل الافقي زي السكيل الراسي. في الحاله دي هنلاحظ حاجه ظريفه جدا. ايه هي؟ اما تيجي ترسم او تعمل بلوت للسبيسيفيك انرجي دايجرام هتلاقي الفرع العلوي بيمس في ما لا نهايه الخط اللي مرسوم من المركز على زاويه 45 درجه. شايف كده معايا؟ يبقى شايف الجراف ده بتاع سبيسيفيك انرجي الابر لمب بتاعه اللي هو الفرع العلوي بيمس الخط اللي مرسوم على 45 درجه في ما لا نهايه. يعني بمعنى تاني اما تيجي ترسم الرسمه بتاعتك وانت رسمت السكيل الافقي زي السكيل الراسي زي ما احنا قلنا، لو طلع لك الشكل ورسمت ال 45 درجه كده، لو طلع لك الشكل بتاعك، لو الشكل بتاعك طلع شكله عامل كده، طلع شكله عامل كده، اعرف على طول انك انت غلط. لان لازم الشكل بتاعك لو كنت احترمت ان السكيل الافقي زي السكيل الراسي لازم الشكل بتاعك يكون فين؟ يكون مماس كده، يجي كده مماس لمين؟ مماس للخط اللي على 45 درجه في ما لا نهايه. لمين؟ للابر لمب طبعا، يعني يكون شكله بهذا الشكل. ده بيسموه اسمتوتك، اسمتوتك يعني بيمسه في ما لا نهايه. يبقى دي خاصيه مهمه جدا. طب افرض انا بقى خليت السكيل الافقي غير السكيل الراسي، لو خليت السكيل الافقي غير السكيل الراسي هيحصل الشكل ده. ممكن يحصل لك الشكل ده. ممكن يحصل الشكل عامل كده، ده الفرع اللي هو 45 بتاعك، تبص تلاقي الجراف بتاعك عامل كده. بيمس بقى انجل ثانيه غير ال 45. او يحصل كده، ده الخط اللي على 45 بتاعك، تبص تلاقي الجراف بتاعك بيمس ايه؟ خط ثاني مش على 45، خط ثاني الزاويه بتاعته مختلف، فممكن يمس على زاويه اقل من 45 او زاويه على اكبر من 45 حسب بقى انهي سكيل، السكيل ده اكبر من ده ولا العكس؟ واضح؟ انما لو انت اخترت السكيل الافقي بيساوي السكيل الراسي لازم تلاقي ان الجراف بتاعك لما ترسمه يكون ايه؟ يكون مماس للخط اللي على 45 بيمس مين؟ الابر ليب. يبقى دي الخاصيه رقم 2. خاصيه رقم 3 ان الجراف بتاعي زي ما احنا قلنا ليه ابر ليب ولور ليب وليه قيمه صغرى. القيمه الصغرى اتفقنا دي عندها ايه؟ عندها اقل قيمه للسبيسيفيك انرجي بسميها
اي مينيموم او ساعات بسميها سبيسيفيك انرجي مينيموم عشان اوضحها اكتر، اس اي مينيموم. طب الاس اي مينيموم دي تناظرها ووتر ديبس. الووتر ديبس ده قدرنا نثبته واثبتنا، طبعا احنا ما اثبتناش يعني العلماء اثبتوا، ان عند الووتر ديبس ده لقوا الفرود نمبر بيساوي واحد. يعني معناها الووتر ديبس ده اسمه ايه؟ زي ما خدنا المره اللي فاتت اسمه الكريتيكال ديبس. فعشان كده هنسمي الووتر ديبس هنا هسميه واي سي، يعني واي كريتيكال، كريتيكال ديبس. ايه هو كريتيكال ديبس؟ قلنا كريتيكال ديبس هو الديبس اللي عنده الفرود نمبر بيساوي واحد. يعني اما اجي احسب الفرود نمبر، فرود نمبر لو انتم فاكرين اللي هو مين، فرود نمبر اللي هو بيساوي ايه، في على جذر جي دي، ده لو كان كروس سكشن جنرال، او في على جذر جي واي لو كان كروس سكشن ريكتانجلر او فيري واي، ده اسمه الفرود نمبر. فلو كان الفرود نمبر ده بيساوي واحد بسمي الووتر ديبس ده بديله تسميه خاصه بسميه كريتيكال ديبس، وبسمي الفيلوسيتي دي تسميه خاصه بسميها كريتيكال فيلوسيتي. ده لو كان الفرود نمبر بيساوي كام؟ بيساوي واحد. فالمهم يعني احنا لقينا النقطة الصغرى عند سبيسيفيك انرجي يناظرها فرود نمبر بيساوي واحد، فعشان كده سمينا الووتر ديبس ده ايه؟ سميناه كريتيكال ديبس، وبالتالي النقطة دي اسمها ايه؟ النقطة التي تعبر على الكريتيكال فلو. طيب ايه رأيك في النقاط التي تنتمي للأبر ليمب؟ كل النقاط التي تنتمي للأبر ليمب عندها ووتر ديبسز وصفها بأنها أكبر من الكريتيكال ديبس، بأنها أكبر من الكريتيكال ديبس. فبالتالي يبقى كل النقاط دي عندها ووتر ديبس اكبر من كريتيكال ديبس، يبقى بقى عندها سرعه اقل من السرعه بتاعه الكريتيكال، يعني معناها عندها سب كريتيكال فلو. يعني عندها كل النقاط دي يا جماعه تنتمي لمين؟ تنتمي للكيس بتاعه ان الفرود نمبر اصغر من واحد. يعني ايه؟ يعني سب كريتيكال. يعني كل البرانش اللي فوق ده ده بيعبر عن سب كريتيكال برانش. طب ايه رايك في النقاط التي تنتمي للور ليمب؟ كل النقاط التي تنتمي لللور ليمب عندها ووتر ديبسز، ايه وصفها؟ الووتر ديبس دي كلها اقل من الواي كريتيكال، فبالتالي يبقى السرعه هنا اكيد بما ان الووتر ديبس قليل يبقى سرعه عاليه، اعلى من مين؟ اعلى من السرعه دي اللي هي اسمها الفي كريتيكال. فبالتالي يبقى كل النقاط دي تنتمي لطائفه ان الفرود نمبر عندها اكبر من واحد، بمعنى ان الفلو هنا ايه؟ سوبر كريتيكال. اول ما باخماتيف طلع الجراف ده وحط شويه الخصائص دي بدا الناس تهتم بالكلام بتاعه، كانوا زمان فاكرين ان هو راجل عبيط مش فاهم اي حاجه، دلوقتي بداوا يهتموا بالكلام بتاعه. ليه؟ لان هو اول واحد يرسم جراف يحوي كل انواع الفلو المختلفه بطوائفها المختلفه، سواء كان كريتيكال سب كريتيكال ولا سوبر كريتيكال، وان جراف في كل انواع الفلو المختلفه فور ا كونستانت كيو. جميل، يبقى دي خاصيه رقم 3 من خصائص الايه، السبيسيفيك انرجي دايجرام. تعال نشوف خاصيه رقم 4. خاصيه رقم 4 من خصائص السبيسيفيك انرجي دايجرام ايه؟ لو انا اخذت اي خط راسي وقطعت بيه السبيسيفيك انرجي دايجرام زي ما شفتوا كده الخط الاحمر ده، اي خط راسي يقطع السبيسيفيك انرجي دايجرام هيقطعه في ايه؟ في نقطتين، نقطه تنتمي لللور ليمب ونقطه تنتمي للابر ليمب. النقطة اللي تنتمي للور ليمب تديني ووتر ديبس واي 2 اقل من واي كريتيكال، وصف الفلو فيها ايه؟ ان هو سوبر كريتيكال فلو. والنقطة اللي تنتمي للابر ليمب عن تديني ووتر ديبس هسميه واي 1، ايه وصف الواي 1 ده؟ ده اكبر من الواي كريتيكال، والفرود نمبر هنا اقل من واحد، ووصف الفلو هنا ايه؟ سب كريتيكال فلو. يبقى اما اخد اي قطاع راسي، اي خط راسي اقطع بيه سبيسيفيك انرجي دايجرام هيقطع لي السبيسيفيك انرجي دايجرام في نقطتين، نقطة تعبر عن السب كريتيكال فلو اللي هي النقطة العلوية، ونقطة تعبر عن السوبر كريتيكال فلو اللي هي النقطة السفلوية. الكلام ده سليم ما عدا أما أجي أقطع هنا، أما أجي أقطع عند المينيموم فاليو هقطع فين؟ في نقطة واحدة فقط، النقطة دي اللي هي اسمها إيه؟ الكريتيكال ديبس. طيب بسمي إيه واي 1 اللي هي تنتمي للسب كريتيكال، وواي 2 اللي هي تنتمي للسوبر كريتيكال؟ بسمي ايه التو ووتر ديبسز اللي ليهم نفس السبيسيفيك انرجي، ليهم تسميه خاصه، بسميهم ايه بقى؟ بسميهم الاعماق البديله. دي ساعات تجي لك في الام سي كيو وفي في الامتحانات، الحاجات السريعه السهله دي، ما يجي يقول لك كده هو عرف الالترناتيف ديبسز، الاعماق البديله، هتقول له ايه؟ الاعماق البديله هي الاعماق التي لها نفس السبيسيفيك انرجي
بس ووتر ديبس منهم هيكون سب كريتيكال، والووتر ديبس الثاني هيكون ايه؟ هيكون سوبر ايه كريتيكال. هو ده تعريف الالترناتيف ديبسز. يبقى الالترناتيف ديبسز اعماق البديل. ايه المقصود فيزيكالي بيها؟ لو انت كان عندك طاقه قدرها سبيسيفيك انرجي وليكن قيمه معينه، انا استطيع امشي الفلو، ممكن امشيه بالسوبر كريتيكال، بالسوبر كريتيكال ديبس. ففي الحاله دي هياخد الفاليو بتاعت الووتر ديبس اللي هي واي 2 اللي هي الفاليو الصغرى دي، وممكن امشيه بالسب كريتيكال ديبس. ففي الحاله دي هياخد مين؟ قيمه الووتر ديبس اللي اسمه ايه؟ واي 1 اللي هي القيمه العلويه دي. هنا الووتر ديبس عالي فالسرعه قليله، في 1 هنا صغيره، هنا الووتر ديبس قليل فالسرعه ايه؟ فالسرعه هنا ايه؟ كبيره. ايه علاقه في 2 بفي 1؟ ان في 2 اكبر من في 1. طب ايه علاقه الواي 2 بواي 1؟ ان الواي ايه؟ 2 اصغر من واي 1. طب ايه علاقه فروت نمبر 2 بفروت نمبر 1؟ ان فروت نمبر 2 سوبر كريتيكال يعني اكبر من 1، وفروت نمبر 1 سب كريتيكال يعني اقل من 1. كان ان الالترناتيف ديزي دي بيقول لك ايه؟ انت ممكن تمشي الفلو بستيب فلو، لو كان عندك السلوب حاد عالي جدا ممكن تمشيه بمايلد فلو، والاثنين لهم نفس الانرجي، نفس السبيسيفيك انرجي. فممكن امشيه مره بسوبر كريتيكال او ممكن امشيه مره بسب كريتيكال. هو ده تعريف الالترناتيف ديبس. تعالوا بقى نشوف، لو انتم فاكرين ان احنا قلنا السبيسيفيك انرجي دايجرام ده بيترسم على اساس ان كيو كونستنت. طب افرض احنا غيرنا كيو، فتعالوا نغير كيو. تخيلوا بقى دلوقتي ان انا غيرت كيو، فمثلا اخذت كيو 2 اكبر من كيو 1 وكيو 3 اكبر من كيو 2. فبصوا معايا بقى، كل لما بزود الديسشارج، كل ما بزود الديسشارج كل ما بيحصل ايه للكيرف؟ بيتشفت يمين لفوق. تاني نقول الكلام ده واضح، بيتشفت ها يمين، يعني ياخد بيتشفت ناحيه اليمين، بيتشفت ناحيه اليمين لفوق. اهو الدليل اهو، شايف الابر، شايف المينيمم فاليو اتحركت من هنا للنقطه دي، وكمان اتحركت من هنا للنقطه دي للنقطه دي. فهو بيتشفت ازاي يا شباب؟ يمين لفوق. يبقى كل لما الكيو بتزيد كل لما الكيرف بتاعي يتحرك زي ما انت شايف كده، ويتشفت من كيو 1 لكيو 2 لكيو 3، وزي ما انت شايف على طول كلهم بيمسوا مين؟ الخط اللي على 45 في ما لا نهايه، في ما لا نهايه كلهم بيمسوه في ما لا نهايه. جميل، يبقى دي نقطه مهمه جدا. يبقى كل لما الكيو بتزيد كل لما الكيرف بيتشفت يمين لفوق، وكل ما بيحصل ايه للسبيسيفيك انرجي المينيمم؟ ها؟ كل ما بيحصلها ايه؟ بتزيد. سبيسيفيك انرجي المينيمم بتزيد. كل ما بيحصل ايه للواي كريتيكال؟ طبعا واي كريتيكال زي ما انت شايف بيحصل لها ايه كمان؟ بتزيد هي كمان. الواي كريتيكال كمان بتزيد. طيب في شويه حاجات مهمه جدا بقى تساعدنا في حل المسائل. ركز بقى معايا في دي. هل في علاقه ارتباط ما بين السبيسيفيك انرجي المينيمم والواي كريتيكال؟ الاجابه اه، في علاقه ارتباط ما بين سبيسيفيك انرجي المينيمم والواي كريتيكال. يعني لو انا قلت لك الواي كريتيكال ده مثلا بيساوي 1 متر، هل على طول تقدر تجيب لي سبيسيفيك انرجي المينيمم دي كام؟ الاجابه اه، اقدر اعمل كده. طب العلاقه دي بتساوي ايه؟ تعال نشوف الجدول ده بيقول ايه. الجدول ده بيقول ايه؟ بيقول لك السبيسيفيك انرجي المينيمم الاس اي مينيمم دي بكام للسكاشن المختلفه. فتعالوا ندور على اسهل سيكشن عندنا، اسهل سيكشن عندنا اللي هو الريكتانجلر والفيري وايد. فبيقول لك ايه بقى؟ السبيسيفيك انرجي المينيمم بتساوي 1.5 واي كريتيكال. يعني ايه؟ يعني لو كان الواي كريتيكال 1 متر، يبقى السبيسيفيك انرجي المينيمم لو كان القطاع ريكتانجلر او فيري وايد هتبقى ايه؟ هتبقى 1.5 متر. هتبقى 1.5 متر على طول. يبقى دي مساله، الموضوع ده او الخاصيه دي خطيره جدا، هتساعدنا كتير في حل المسائل. 1.5 واي كريتيكال، واي كريتيكال ب 1 متر، 1.5 في 1 يعني 1 متر، وهكذا. يبقى لو كان القطاع ريكتانجلر او فيري وايد سيكشن، استطيع ان انا اثبت ان سبيسيفيك انرجي مينيمم بتساوي 1.5 واي كريتيكال. طب تعالوا اثبت لكم دي هنا دلوقتي. وعشان ايه؟ علشان بعد كده نجري ونمشي بقى على الكيسز المختلفه، انتوا بعد كده الكيسز الثانيه تقدروا تثبتوها. تعالوا نشوف السبيسيفيك انرجي ان جنرال، احنا عرفناها بتساوي ايه؟ بتساوي الواي زائد الفي سكوير على ال2 جي.
جميل جميل. طيب لو انا قلت سبيسيفيك انرجي يعني اي سبيسيفيك انرجي، يعني قيمتها تتراوح ما بين القيمه الصغرى اللي هي سبيسيفيك انرجي مينيمم والقيمه العظمى اللي هي تروح لما لا نهايه، صح ولا لا؟ طيب لو انا جيت وحددت دلوقتي، لان انا مش عايز سبيسيفيك انرجي وبس، انا عايز سبيسيفيك انرجي المينيمم، ها يبقى ده معناه ايه؟ معناه انا بتكلم عن النقطه دي بس. طب النقطه دي ايه وصفها؟ قلنا عندها فرود نمبر بواحد، ووصفها قلنا الووتر ديبس بتاعها ايه؟ واي كريتيكال. جميل، يبقى حط لي بقى بدل ما الواي دي احطها واي بس كده، لازم احط هنا ايه؟ واي كريتيكال، لان دي ليها خاصيه واحد محدده ان دي ايه؟ عندها كريتيكال، عندها سبيسيفيك انرجي مينيمم، وبرده الفيلوسيتي هنا هنسميها ايه؟ هنسميها في كريتيكال. كويس جدا. طيب احنا لسه من شويه قلنا ان الفرود نمبر في حاله الفيري وايد سيكشن او ريكتانجلر بيساوي الفي على جذر جي في الواي، ده الفرود نمبر ان جنرال. طب لو كان الفرود نمبر ده بالمصادفه بيساوي واحد، يعني عند الكريتيكال، بسمي الفي دي ايه؟ في كريتيكال، وبسمي الواي دي ايه؟ واي كريتيكال. يبقى ايه رايك في الايكويشن دي؟ الايكويشن دي بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الفي كريتيكال بيساوي جذر جي واي كريتيكال. جميل. طب ايه رايك نربعها؟ يبقى الفي كريتيكال سكوير بيساوي ايه؟ جي واي كريتيكال. جميل. طب ايه رايك نعوض بيها هنا بقى دلوقتي؟ فتعالى نعوض بيها هنا، يبقى الواي كريتيكال بيساوي بدل في كريتيكال سكوير هحط ايه؟ جي واي كريتيكال على 2 جي، هنا دي زائد. ايه رايك دلوقتي؟ جي هتروح مع الجي ويطلع ايه بقى عندنا؟ واي كريتيكال زائد واي كريتيكال على 2 اللي هي كام؟ 1.5 واي كريتيكال. يبقى جميل جدا جدا جدا. يبقى انا قدرت اثبت الوقت ان في حاله لو كان القطاع بتاعي ريكتانجلر او فيري وايد سيكشن، يبقى الكلام ده فقط قاصر على مين؟ على الريكتانجلر او الفيري وايد سيكشن. لو كان القطاع بتاعي ريكتانجلر او فيري وايد سيكشن، فعلا السبيسيفيك انرجي ايه؟ المينيمم بيساوي 1.5 واي كريتيكال. جميل قوي. يبقى الجدول ده سليم كده هنا في الحته دي. يبقى في حاله لو كان القطاع فيري وايد او ريكتانجلر سيكشن، السبيسيفيك انرجي المينيمم بيساوي 1.5 واي كريتيكال. طيب افرض كان القطاع تراينجلر، نقدر نثبت برضو بنفس الطريقه ان السبيسيفيك انرجي المينيمم بيساوي 1.25 واي كريتيكال. يعني لو جيت رسمت الجراف بتاع السبيسيفيك انرجي للتراينجلر سيكشن، هيطلع الجراف بتاعي شكله عامل كده. ها لو كانت دي هي الكريتيكال بوينت ودي السبيسيفيك انرجي المينيموم، ايه علاقتهم؟ لو دي واي كريتيكال دي هتبقى كام؟ 1.25 واي كريتيكال. 1.25 زي ايه؟ زي ما هو مكتوب هنا كده في الايه؟ في الجدول. ماشي؟ طيب افرض كان قطاع جنرال بقى. جنرال يعني ايه؟ يعني مثلا زي الترابيزويدال، ها؟ زي الريجولار سيكشن، زي السيركلر. في الحاله دي اقدر اثبت برضو ان سبيسيفيك انرجي بيساوي ايه؟ واي كريتيكال زائد دي كريتيكال على 2. مين الدي كريتيكال دي؟ دي كريتيكال دي اللي هي الهيدروليك مين ديبس، اللي هي الاريا على التوب ويدز. طب يعني ايه دي كريتيكال؟ يعني الدي الهيدروليك مين ديبس المحسوب اما كانت الووتر ديبس بتساوي الواي كريتيكال. يعني الدي كريتيكال هي المحسوبه اما كان الووتر ديبس بتساوي الواي كريتيكال، يعني هتكون الاريا هي برضو الكريتيكال وهتكون التوب ويدز هو ايه؟ كريتيكال، لان محسوب الووتر ديبس بيساوي ايه؟ بيساوي واي كريتيكال. جميل. طيب يبقى دي خاصيه مهمه جدا من خصائص السبيسيفيك انرجي دايجرام، العلاقات التي بتربط ما بين السبيسيفيك انرجي المينيمم والكريتيكال ديبس او الووتر ديبس عند كريتيكال كونديشن. طيب دلوقتي هتبان الفروت بقى، هتبان الثمره بتاعه الشغل بتاع الراجل اللي اسمه باخ ماتيف، وان هو الراجل ده ما كانش بيخرف، وان كل الناس كانت ايه؟ بتسيء الظن بيه، وهو ادى كونسبت في منتهى الاهميه. الراجل اللي اسمه بخماتيف ده قال ايه؟ قال انا استطيع ان انا باستخدام الكونسبت بتاعي اللي انتوا قعدتوا تسخروا منه، استطيع ان انا احل مسائل النون يونيفورم فلو بصباع رجلي الصغير. فتعالوا نشوف هيعمل ايه. الراجل ده قال ايه بقى؟ قال لو انا كان عندي مساله والمساله دي نون يونيفورم، طب المساله دي شكلها ازاي؟ قال هفرض دلوقتي ان انا عندي تشانل، والتشانل دي البيد بتاعها حصل فيه رايز في البيد، فزي ما انت شايف كده قاع التشانل حصل فيه ارتفاع بالتدريج، الارتفاع ده قدره كام؟ دلتا زد. الشكل اللي انت شايفه فوق ده اسمه الاليفيشن، ده الاليفيشن، واللي تحت ده مسقط عين الطائر اللي احنا بنسميه البلان ايه؟ البلان فيو. فزي ما انت شايف كده عندي تشانل، والتشانل دي اعتبر ان فيها رايز في القاع بتاعها، الرايز ده بمقدار دلتا زد
وقيمته معروفه. جميل. طب وانت عارف ايه؟ انت عارف المعلومات التاليه: واحد، عارف الكيو اللي ماشيه في التشانل بتاعتك دي، انت عارف الكيو، الكيو اللي داخله في التشانل. جميل. ايه كت ايه تاني؟ عارف ان التشانل بتاعتك دي ريكتانجلر سيكشن، للسهوله طبعا هنشتغل على ريكتانجلر سيكشن، وان كان الكونسبت بتاعنا تقدر تطبقه في جميع الاي سكيشن. للسهوله بس هعتبر ان التشانل بتاعتي ريكتانجلر سيكشن، والعرض بتاعها كام؟ العرض بتاعها ثابت قيمته بي، يبقى البي في الاب ستريم زي البي في الداون ستريم زي ما انت شايف، يعني البي هنا زي البي هنا. حلو كده؟ جميل. ايه كمان؟ التشانل دي داخله الميه فيها بووتر ديبس واي واحد قيمته معروفه، يبقى واي واحد معروفه، كل دي اسمها جيفن بيتا. وايه كمان؟ وكمان انا عارف ان الرايز في البيد ان حصل فيه القاع ارتفع بمقدار دلتا زد، دلتا زد دي معروفه، وليكن مثلا نص متر، متر، واحد متر، وهكذا. طيب ايه المطلوب بقى؟ المطلوب تجيب لي مين؟ الووتر ديبس في الداون ستريم بكام؟ يبقى ده المطلوب. يبقى المطلوب دلوقتي عايز اجيب الواي 2 بكام؟ عايز اجيب الووتر ديبس بكام؟ واي 2 بكام؟ طيب نيجي نسال نفسنا سؤال: هل المساله دي يونيفورم فلو؟ طبعا واضح بمجرد النظر المساله نون يونيفورم. ليه؟ لان احنا قلنا عشان يحصل يونيفورم فلو ايه المطلوب؟ لازم ما يحصلش اي تغيرات في اتجاه المسافه في الداون ستريم. يعني ايه اي تغيرات؟ يعني لازم يكون السلوب ما بيتغيرش، الرفنس ما بتتغيرش، الديسشارج ما بتتغيرش، واضح؟ قطاع الشكل اللي تشانل ما بيتغيرش. طيب انا عندي هنا الرفنس اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش. طيب عندي القطاع اللي تشانل اتغير؟ لا ما اتغيرش، هنا ريكتانجلر وهنا ريكتانجلر. عندي عرض اللي تشانل اتغير؟ لا ما اتغيرش، هنا ريكتانجلر وهنا البي هي نفسها زي البي. امال ايه اللي اتغير؟ القاع الاليفيشن بتاعه اتغير، فالسلوب اتغير. بما ان السلوب اتغير يبقى خلاص يونيفورم فلو بح، مفيش بح بقى، مفيش يونيفورم. يبقى المساله دي فور شور دي مساله نون يونيفورم فلو. دي مساله ايه؟ دي مساله نون يونيفورم، مش هتقدر تحلها بالطرق العاديه بتاعتنا اللي احنا استخدمناها. واحد يقول لي لا يا دكتور انت قلت معادله مانينج بتحل النون يونيفورم كمان، صحيح؟ ركز معايا في اللي انا اقوله ده. لو انا عايز استخدم معادله مانينج في الحل المساله دي يا شباب هكتب معادله مانينج ازاي؟ انتوا لسه واخدين الميد ترم امبارح بقى، المفروض مذاكرين. اقول ايه؟ كيو بتساوي ايه؟ 1 على ان في الايه؟ في الار اس ثلثين جذر سلوب. انهي سلوب؟ لو كان نون يونيفورم يبقى لازم احط ايه؟ السلوب بتاع الانرجي. حلو جدا، احط السلوب بتاع الانرجي. طيب تعالى معايا بقى وبص، مش انت عندك الكيو؟ اه عندي كيو، وهديك يا عم الحاج المانينج ان كمان. طيب انت عايز تجيب الواي 2 دي، واي 2 داخله في الاريا، يبقى الاريا كده مجهول، والار هنا داخل فيها الواي 2 برضه، يبقى الاثنين دول بدلاله مين؟ الواي 2. ماشي، يعني هي مجهوله اهو واي 2، خلاص حل المعادله دي وجيب واي 2. لا مش هتعرف تحلها. ليه؟ لانك مش عارف السلوب بتاع السبيسيفيك بتاع الانرجي، السلوب بتاع الانرجي مش معروف. يبقى حضرتك المساله الصغيره دي التافهه دي، المساله دي تعتبر تافهه دلوقتي في عرف الناس، المساله التافهه دي حضرتك مش هتعرف تحلها باستخدام معادله مانينج لوحدها. ليه؟ لانك مش هتكون تعرف تجيب السلوب بتاع الانرجي. لو عرفت تجيب السلوب بتاع الانرجي مانينج تحلها لك، بس ازاي هتجيبه؟ فهنا بينبع بقى او بيظهر هنا اهميه الكونسبت بتاع بخمتيف، كونسبت السبيسيفيك انرجي دياجرام. جميل. تعالوا بقى نركز على الراجل اللي اسمه بخمتيف ده عمل ايه. قال ايه بقى؟ قال بصوا يا جماعه، للسهوله، للسهوله بس عشان احنا لسه كي جي 1 سبيسيفيك انرجي، كي جي 1 لسه ايه؟ يونيفورم فلو ونون يونيفورم فلو. هفرض بس للسهوله ان القاع بتاع التشانل بتاعي فيري سموث، يعني ههمل اللوسز، وان التشانل بتاعتي دي فيري شورت، يعني الطول ده ايه؟ صغير قوي. يبقى هيفرض فرضين: التشانل فيري سموث، فيري سموث، وايه؟ والشورت. ليه عايز يفرض الفرضين دول؟ عشان يستطيع ان هو يفرض ان هيهمل الايه؟ اللوسز. جميل. هل الفرض ده ضروري؟ لا مش ضروري، بعد كده اقول لك شيله خالص، بس هو عشان يسهل للناس تفهم معاه بس، واحنا عايزين نفهم في البدايه خالص. هو بيفرض شويه فروض عشان تسهل علينا الفهم. ماشي، لو انا فرضت ان مفيش لوسز، لو انا فرضت ان مفيش لوسز، ايه اللي هيحصل للتوتال انرجي لاين؟ لو انا فرضت ان مفيش لوسز يبقى هيحصل ايه للتوتال انرجي لاين؟ لازم هيكون التوتال انرجي لاين هوريزونتال. ليه؟
لان ايه اللي بيخلي التوتال انرجي لاين يقل كده؟ ان اللوسز، صح ولا لا يا شباب؟ اللوسز بتكون موجوده، دي اسمها الهيد لوس. طب لو كان الهيد لوسز ده بيساوي زيرو، ايه اللي هيحصل للكيرف بتاعي للتوتال انرجي؟ التوتال انرجي هيحصل ايه؟ هيرد افقي، هيبقى شكله افقي كده. جميل. يبقى لو كان عندي فلو والفلو ده بيتحرك بس بيتحرك بدون فواخد، توتال انرجي لاين هيكون افقي طبعا. طب تعالى نرسم التوتال انرجي لاين اللي هو بيفرض ان ليه ان مفيش لوز، يطلع شكله كده. يبقى ده التوتال انرجي لاين بتاعي دلوقتي، وده هوريزونتال زي ما انتم شايفين كده. جميل. تعالوا بقى نفتكر الكونسبت بتاع السبيسيفيك انرجي. ايه تعريف السبيسيفيك انرجي؟ Specific energy is the energy measured from the bed as a datum. As a datum. طب تعالوا بقى نحط الـ specific energy في السكشن بتاع الـ upstream. أنا من هنا ورايح، ده بالنسبة لي سكشن الـ upstream هسميه واحد، وده بالنسبة لي سكشن الـ downstream هسميه اثنين. طب تعالوا نجيب بقى الـ specific energy من السكشن بتاع الـ upstream. هي الـ energy المخاصة من الـ bed as a datum، يبقى هي الـ ordinate ده. هي الـ ordinate ده اللي هو من البيد از اديتم من هنا اهو، صح، لحد التوتال انرجي. يبقى ده اسمه ايه؟ سبيسيفيك انرجي عند سيكشن واحد. جميل. طب تعالى نعمل نفس الكلام في سيكشن 2. وات از ذا سبيسيفيك انرجي ات سيكشن 2؟ ذا انرجي ذات از ميجرد فروم ذا بيد از اديتم. جميل. طب تعالى نقيس بقى فروم ذا بيد از اديتم، يطلع كده. حلو جدا. من البيد از اديتم، البيد بتاعك ده يا باشا اللي هو ده البيد المرتفع، لحد التوتال انرجي لاين. جميل. يبقى دي اسمها ايه؟ اس اي 2. حلو قوي. طب هل في علاقه ارتباط ما بين اس اي 1 واس اي 2؟ اه، واضح جدا في علاقه ارتباط. خد بالك الخط ده افقي، ده افقي. ايه بقى علاقه الارتباط؟ ان واضح جدا من الجيومتري ان اس اي 1 بتساوي اس اي 2 زائد الدلتا زد. ده حلو جدا. يبقى استطيع ان انا اكتب الايكويشن دي، استطيع ان انا اكتب الايكويشن دي. الايكويشن دي بيسموها ايه؟ البريدج ريليشن. عارفين بريدج يعني ايه؟ بريدج يعني كوبري، صح؟ بريدج يعني كوبري. يعني ايه المقصود بكوبري؟ يعني مثلا لما يكون عندك في ضفه بين ضفه شرقيه وضفه غربيه وفي نهر او ترعه، فدي الضفه الشرقيه ودي الضفه الغربيه مثلا. اما بتعمل بريدج، تعمل بريدج، البريدج ده بيعمل ايه؟ بيكونكت الناس اللي هنا بالناس اللي هنا، صح ولا لا؟ فالبريدج بيوصف ساعات اما يقول لك اعمل علاقات ارتباط ما بينك وبين الناس الثانيه، بيقول لك اعمل بريدج ريليشنز، صح كده ولا لا؟ نفس الكلام، العلاقه دي بنسميها البريدج ريليشن، علاقه الارتباط ما بين الاب ستريم اللي هو ممثل في سيكشن واحد والداون ستريم الممثل في سيكشن اثنين. فدي العلاقه اللي هتقدر تديني ارتباط ما بين المعلومات في الاب ستريم والداون ستريم. فلو كنت عارف حاجات في الاب ستريم، لو كنت عارف حاجات في الاب ستريم ومش عارف حاجات في الداون ستريم، استطيع ان انا انقل الحاجات اللي في في الاب ستريم واجيب المعلومات اللي ناقصه في الداون ستريم. جميل جدا. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. لو انا عملت سكتش للسبيسيفيك انرجي دايجرام، يلا معايا بقى، وانا هفرض هنا للسهوله ان الفلو هنا ماشي بسرعه. طيب انا هفرض دلوقتي ان الفلو اللي داخل ده نوعه ايه؟ نوعه سب كريتيكال. وانا عرفت دلوقتي ان الوتر ديبث بتاعي واي 1 والسبيسيفيك انرجي بتاعتي اس اي 1 اهي. لو انا رسمت سبيسيفيك انرجي دايجرام ونوع الفلو هنا سب كريتيكال، وجيت ادخل بقى بالواي 1 دي، هدخل بالواي 1 دي، خد بالك المحور الافقي هنا واي اهو، فهدخل بالواي 1، هدخل بالواي 1، هقطع الابر لمب ولا اللور لمب؟ بما انك انت بتقول الفلو اللي جاي هنا سب كريتيكال، يبقى انت هتقطع مين؟ هتقطع الابر لمب، صح؟ تعالوا بقى ندخل بواي 1، هدخل اهو معاك بالواي 1، دخلت اهو بواي 1 اهي، دخلت في الجراف بتاعي، قطعت الجراف في الابر لمب. لو نزلت كده راسي يبقى انا حصلت على مين؟ حصلت على السبيسيفيك انرجي دايجرام، السبيسيفيك انرجي عند سيكشن واحد. حلو قوي. يبقى حصلت دلوقتي على اس اي 1. حصلت دلوقتي على مين؟ على اس اي 1. جميل جدا. حلو قوي. فاكرين بقى علاقه الارتباط اللي بتربط ما بين السيكشن بتاع الاب ستريم والداون ستريم؟ كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا ان احنا عندنا علاقه ارتباط بتربط ما بين السكشن بتاع الاب ستريم والداون ستريم، ان ايه بقى؟ ان اس اي 1 بتساوي اس اي 2 زائد الدلتا زد، او حاجه ثانيه، او اس اي 2 ها بتساوي ايه؟ بتساوي اس اي 1 ها ناقص الدلتا زد. جميل جدا. ايه رايك؟ انت عارف الدلتا زد الاس اي 1 اهو دلوقتي. طب لو انت رجعت قد كده بمقدار الدلتا زد اللي انت عارفها، تقدر تجيب ايه؟ تقدر تجيب اس اي 2.
يعني تقدر تعمل محل هندسي لاس اي 2. يا سلام، يبقى انا عملت دلوقتي ايه؟ من اس اي 1 رجعت لورا بمقدار دلتا زد، فجبت مين دلوقتي؟ جبت قيمه اس اي 2. يبقى الخط الرأسي ده هو المحل الهندسي للداون ستريم، ده اللي بيعبر عن الداون ستريم. هقول لك حاجه بقى، الخط الرأسي ده بتاع الداون ستريم قطع الجراف عندي في نقطتين، نقطه تحت للابر لللور ليمب، نقطه فوق للابر ليمب، صح ولا لا؟ جميل. بما ان النقطه بتاعت الاب ستريم في الابر ليمب، يبقى النقطه بتاعت الداون ستريم في الابر ليمب. ده ليه اثبات، بس مفيش داعي ان انا ادخل في تفاصيل هذا الاثبات. يبقى بما ان نقطه الاب ستريم وقع على الابر ليمب، هتلاقي نقطه الداون ستريم هتقع برضو على الابر ليمب. يبقى باختصار القصه كالاتي، القصه كالاتي، عايز تجيب الووتر ديبس بتاع الداون ستريم، خطواتك كالاتي: واحد، ادخل بالواي واحد، جيب اس اي واحد من البريدج ريليشن، انت عارف ان اس اي 2 بيساوي اس اي 1 ناقص دلتا زد، ارجع بدلتا زد بتاعتك. يبقى اس اي 1 ارجع منها دلتا زد، يبقى جبت مين؟ المحل الهندسي لمين؟ لاس اي 2. يبقى ده الخط ده بتاع اس اي 2، قطع الجراف في نقطتين، نقطه صغرى ونقطه عليا. بما ان الجراف في البدايه خالص الاب ستريم واقع في الابر، يبقى الداون ستريم برضه هيقع في الابر. يبقى دي مين يا شباب؟ يبقى دي بالنسبه لك هي مين؟ هي واي 2. وهنا لاحظ معلومه في منتهى الاهميه والجمال. بص بقى، ده الكلام اللي انا بقوله لك. بخماتيف قدر يثبت باستخدام سبيسيفيك انرجي دايجرام، واحد، قدر يجيب واي 2 كقيمه، قدر يجيب واي 2 كقيمه. دلوقتي عرفت دلوقتي ان واي 2 اعرف اجيبها. اثنين، قدر يقول لنا حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ لو كان الفلو، ركز معايا في الكلام ده، لو كان الفلو اللي داخل لك سب كريتيكال والووتر ديبس واي 1 في الاب ستريم، الووتر ديبس في الداون ستريم هتقل، اهو واي 2 اقل من واي 1. الكلام ده ما كناش نعرفه قبل كده. نقول تاني، لو كان الفلو اللي داخل سب كريتيكال فلو وداخل على شانل، والشانل فيها رايز في البيد، فيها رايز في البيد، خلاص، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الووتر ديبس في الداون ستريم ات ويل جيت ريديوست، هيقل. الكلام ده ما كناش نعرفه خالص. يبقى واي 1 قلت بقت واي 2. حلو جدا جدا جدا. يبقى نقدر نقول الكلام ده. بص بقى معايا، اف سب كريتيكال، يعني ايه سب كريتيكال؟ يعني فروض نمبر اصغر من واحد، وكمان ايه، وفي عندي رايز في البيد، يعني دلتا زد ايه بالبوزيتيف، يعني رايز. لو كان الواي، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الواي واحد هتروح لواي 2. ايه علاقه واي واحد بواي 2؟ ان واي 2 اصغر من الواي 1، صح؟ ده الكلام اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، ده الكلام اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي. تعالوا بقى نشوف العكس، خلونا نشوف العكس قبل ما ندخل في القصه الثانيه. يبقى احنا قلنا ايه بقى دلوقتي؟ لو كان عندي ان الفروض نمبر اصغر من واحد، وكان عندي رايز في البيد، وكان عندي رايز في البيد، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الواي 1 هتقل، هتبقى واي 2، وواي 2 اقل من واي 1. طب افرض كان اللي داخل الفلو سوبر كريتيكال، يلا معايا بقى، دي مش موجوده في الهاند اوت. افرض كان الفلو سوبر، لو كان الفلو سوبر كريتيكال ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نعمل الكلام ده اهو، هرسم هنا الجراف بتاعي، ادي السبيسيفيك انرجي، وادي الواي، وادي الخط اللي على 45 بتاعي الجميل، وادي مين؟ وادي السبيسيفيك انرجي دايجرام بتاعي اهو، وليكن كده. خلينا نرسمه ايه؟ احسن شويه من كده. جميل. الفلو داخل دلوقتي ايه؟ داخل سوبر كريتيكال، سوبر. فلو داخل سوبر، يعني ايه؟ يعني فروض نمبر اكبر من واحد. هدخل بواي واحد، ها؟ ادخل بواي واحد، هتقطع الابر ليمب ولا اللور ليمب؟ فلو سوبر، هتقطع اللور ليمب. يلا يا باشا. يبقى ادخل بواي واحد. تك 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 تك، قطعت هنا، ها، قطعت في النقطه دي، هتديني مين هنا دي؟ هتديني ها اس اي 1. حلو، اس اي 1. جميل. ايه علاقه اس اي 1 باس اي 2؟ ان اس اي 2 اقل من اس اي 1 بمقدار الدلتا زد، صح؟ جميل. يبقى عندي اس اي 1، يبقى اعمل ايه؟ ارجع لورا بالدلتا زد، ها،
الحاجات دي ان شاء الله هتلاقوها في امتحان الفاينل يا شباب. ادخل دلوقتي باس اي 2، ادخل باس اي 2، ها ادخل بقى ايه اللي هيحصل؟ هتقطع في نقطه. ايه علاقه واي 1 بواي 2 دلوقتي؟ واي 2 ايه؟ زادت. يبقى بص معايا بقى، لو كان الفلو داخل سب كريتيكال الووتر ديبس بيقل، لو الفلو داخل سوبر كريتيكال الووتر ديبس بيزيد. يبقى تعالوا نقول كده، لو عندي فلو داخل على رايز في البيد وداخل الفلود نمبر سب كريتيكال، ايه اللي هيحصل؟ الواي 2 بتقل. لو الفلو داخل في رايز على البيد داخل سوبر كريتيكال، ايه اللي هيحصل للووتر ديبس؟ واي 2 بتزيد. واحد يقول لي انا مش فاهم ازاي حصل ده؟ بص بقى معايا ايه اللي بيحصل عشان تفهم الفيزيكال مينينج بتاع الموضوع. لو فرضنا ان الميه داخله سب كريتيكال وبتقابل رايز في البيد، عارف ايه اللي بيحصل؟ الميه بتتصرف ازاي؟ الميه بالظبط بتعمل زي ما انت قدامك اعاقه وانت خايف تغرس فيها، فبتعمل ايه؟ فتروح دايس بنزين. فبص بقى الميه بتعمل ايه؟ اما الميه بتكون ماشيه سب كريتيكال وتلاقي ان في قدامها رايز في البيد، الميه بتعمل ايه؟ بتاخد قرار انها لازم تاكسلريت، لازم تدوس بنزين. فما بتدوس بنزين بتعمل ايه؟ بتزود سرعتها. فايه اللي بيحصل للووتر ديبس يا باشمهندس؟ بيقل. يبقى ده الجاستيفيكيشن بتاع القصه دي كلها. البيهيفير ده ما كناش فاهمينه، البيهيفير ده تم اثباته باستخدام الكونسبت بتاع السبيسيفيك انرجي دايجرام. طب بص بقى معايا العكس، افرض الميه اصلا كانت جايه بسرعه عاليه جدا، الميه كان جايه اوريدي سوبر كريتيكال فلو، اوريدي سوبر كريتيكال فلو، الميه ماشيه طايحه زي ما واحد ماشي بالعربيه بتاعته طايح، وبعدين بص لقى قدامه فيه ايه؟ مصيبه. ها بيعمل ايه؟ فبيهدي السرعه، يعني بيدوس فرامل، يعني سرعته ايه؟ سرعته هتقل. بما ان سرعته هتقل، ايه اللي هيحصل للووتر ديبس؟ ووتر ديبس هيزيد. يبقى ده الفيزيكال مينينج بتاع الموضوع. يبقى احنا فهمنا كده دلوقتي، لو انا الميه داخله على رايز في البيد او على سواء كانت سب كريتيكال او سوبر كريتيكال، البيهيفير بتاع الووتر ديبس في الداون ستريم هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا يقل؟ وكمان اقدر اجيب قيمته كقيمه كرقم، يعني اقدر احددها بمنتهى السهوله باستخدام سبيسيفيك انرجي دايجرام. طيب تعالوا بقى نشوف حاجه مهمه جدا بقى. ايه هي الحاجه المهمه بقى؟ السؤال ده، هل في ماكسيمم رايز للدلتا زد؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ هل الدلتا زد دي اقدر اعملها اي رقم اعملها 20 متر 30 متر، ولا اعملها ربع متر نص متر؟ هل في ليميت للفاليو بتاعت الدلتا زد؟ اكيد في ليميت. ليه؟ لان تخيل معايا كده، افرض المايه كانت ماشيه كده وانا رحت باني سد، يعني خليت ايه؟ خليت الدلتا زد دي ما لا نهايه، يعني بدل الدلتا زد كانت صغيره كده قعدت ازودها لحد ما خليت بقى عندي سد اهو، يعني دلتا زد ماكسيموم ما لا نهايه. فايه اللي هيحصل؟ بنيت سد، صح؟ السد ده هيعمل ايه؟ خلاص ما فيش فلو معدي في الداون ستريم، يبقى كيو بيساوي زيرو، صح ولا لا؟ يبقى بمجرد النظر لمسالك السؤال ده، هل في ليميت للدلتا زد ماكسيموم؟ الاجابه طبعا اكيد في دلتا زد ماكسيموم. حلو. طيب تقدر تقول لي القيمه بتاعت الدلتا زد الماكسيموم دي قد ايه؟ هو ده السؤال. طب ايه اهميتها؟ لا دي مهمه جدا جدا. يعني في بعض الاحيان انت بتطلب شغل من المقاول في الموقع ان هو يعمل لك دلتا زد معينه، فانت قلت له اعمل دلتا زد 1 متر. المقاول لسبب من الاسباب علشان يسهل على نفسه، عشان يقلل المشاكل بتاعت الكونستراكشن هنا، زود الدلتا زد دي، خلاها بدل 1 متر خلاها 1.5. هل دي هتعمل لك مشكله؟ عشان تقدر تقيم وتشوف الواحد ونص دي هتعمل لي مشكله ولا لا، لازم يكون عندك حاجه اسمها ايه؟ اقصى دلتا زد، اسمها دلتا زد ماكس. ماشي؟ يبقى احنا عايزين نعرف ازاي بجيب الدلتا زد من ماكسيموم دي. طيب بص بقى ازاي هقول لك القصه. ركز معايا في الكلام ده في منتهى الاهميه. فاكر اما احنا قلنا الفلو داخل هنا ايه؟ سب كريتيكال. تعالى نرجع لمساله السب كريتيكال تاني. اما دخل بسب كريتيكال عندنا واي 1، دخلت بواي 1، جبت مين؟ جبت اس اي 1. اس اي 1 رجعت لورا بدلتا زد جبت اس اي 2، رديت جبت مين؟ واي 2، صح؟ صح. طب ركز معايا بقى، ايه اللي هيحصل كل ما دلتا زد زادت؟ فبقول اهو اس اي 2 بيساوي اس اي 1 ناقص الدلتا زد. ايه اللي هيحصل لما دلتا زد دي تزيد؟
كل ما الدلتا زد تزيد التشفيته دي تزيد، صح؟ التشفيته دي تزيد. طب ايه اقصى تشفيته ليك؟ اقصى تشفيته ليا ان لما شفت 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 لحد ما اوصل للسبيسيفيك انرجي المينيموم. يبقى بالتالي لو انت عايز تجيب الدلتا زد الماكسيموم هي على طول المسافه من هنا لهنا، هي دي الدلتا زد الماكسيموم. ليه بقى؟ ركز معايا في اللي جاي. طب افرض انا شفت اكتر من كده، ايه اللي هيحصل؟ يبقى النقطه بتاعت الداون ستريم هتقع المحل الهندسي بتاعها فين؟ ان ذا ميدل اوف نو وير، ان ذا ميدل اوف نو وير، يعني هتقع على خط لا يتقاطع مع السبيسيفيك انرجي دياجرام بتاعي. طب ده معناه ايه؟ ده معناه حضرتك الاتي، ان الفلو هيحصل له حاجه اسمها تشوكينج. تشوكينج، تشوكينج يعني ايه؟ يعني مخنوق، مخنوق، فلو هيتخنق. هيتخنق بقى يعني ايه؟ بص بقى السبب في القصه دي، السبب كالاتي: اي نقطه وقع بره الكيرف تنتمي لسبيسيفيك انرجي دياجرامز الكيو بتاعته اقل من الكيو بتاعته. يعني ايه الكلام ده؟ لو فرضنا الدياجرام ده مرسوم لكيو مثلا يا شباب 20 متر مكعب بير سكند، يبقى الكيو اللي داخله هنا كام؟ 20 متر مكعب بير سكند. حلو؟ حلو. اتفقنا ان السبيسيفيك انرجي دياجرام كل ما الكيو بتزيد كل ما بيحصل له ايه؟ الدياجرام بيتشفت يمين لفوق، صح؟ يعني لو دي 20 ودي 30 بيتشفت كده، دي 40 بيتشفت كده. طب لو 15 هيتشفت شمال لتحت، يبقى 15 كده و10 شمال لتحت، 10 تحت، صح كده ولا لا؟ يبقى بص معايا، يبقى لو انت شفت تشفيته وقعتك بره الدياجرام معناها ايه؟ معناها انك انت بدات تنتمي لدياجرامز اخرى ذات كيو اقل من الكيو بتاعتك. يعني لو انت رفعت الدلتا زد بتاعتك اقصى من الدلتا زد ماكسيم، ايه اللي هيحصل؟ هيشتغل الارتفاع ده كانه جزء من سد. فانت هنا كنت عايز تمشي 20 متر مكعب بير سكند، ال 20 متر مكعب بير سكند دي مش هتقدر تمشي، فهتقدر تمشي بس مثلا وليكن 15 متر مكعب بير سكند. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان اللي داخل 20 واللي خارج 15، فيحصل ايه؟ الميه هنا هيحصل لها هتبدا تزيد وتتحرك لاعلى. فهيحصل ايه بقى؟ الووتر ديبس بتاع الاب ستريم ده اللي هو كان مكانه هنا هيبدا يتحرك هنا لفوق، يتحرك لفوق لحد ما يوصل لمرحله. المرحله دي عندها ايه بقى؟ ان الدلتا زد اللي انت استخدمتها اللي هي اكتر من الدلتا زد ماكسيموم وليكن الدلتا زد اكتوال تكون توصله ان الووتر ديبس ده يزيد بحيث يكون المسافه دي تبقى هي الدلتا زد اللي انت عملتها اللي هي اكتر من الدلتا جلد اكتوال، وبالتالي الووتر ديبس ده هيتغير، هيبقى عندي حاجه اسمها واي 1 برايم نيو. وان شاء الله هنكمل المره الجايه